انا بدأت الريكورد. الدرس الرابع بيتكلم على ازاي ان انا ممكن ابحث على شبكة الانترنت. بس مبدئيا قبل ما نبدأ الدرس، المرة اللي فاتت اللي هو الجزء بتاع الايجابيات والسلبيات، في ناس محتاجة تراجع عليه، يا ريت ان انتوا تراجعوا عليه قبل الحصة الجاية عشان هسألكم فيه تاني. بالنسبة لهدى وسما، اكيد هسألكم تاني في الدرس الثالث المرة الجاية، والدرس الرابع هنتسأل فيه برضو المرة الجاية. وانا ببحث على شبكة الانترنت، المفروض ان انا بفتح من خلال متصفحات محددة. يعني ايه متصفح؟ المتصفح ده بيكون عبارة عن تطبيق او برنامج بفتح من خلاله الانترنت، زي مثلا متصفح جوجل كروم او فايرفوكس او اوبرا او سفاري او ايا كان اللي انتوا بتفتحوه منه. فلنفترض مثلا ان انا دلوقتي عندي كل البرامج دي ومش عارف اختار اي واحد فيهم ان انا افتحه، فبختار على اساس ايه؟ اول حاجه بنختار على اساسها هو انه يكون البرنامج ده بيبعت لي دايما تحذيرات، يعني لو حد حاول انه يدخل للبريد الالكتروني بتاعي بيقول لي ان في حاجه غير امنه، لو في مثلا برنامج ايه بصوا، هو انتوا في صوت شباب، معلش وانا بشرح ممكن تعملوا ميوت عشان الصوت. اوكي دلوقتي انا على اي اساس هختار مثلا متصفح جوجل كروم؟ قلنا اول حاجة ان هو يكون بيبعت لي تنبيهات لو حد حاول يدخل على موقع الكتروني غير امن، يعني مثلا المواقع اللي هي بتكون محظورة تبع الدولة مثلا، أو هو موقع غير آمن بينزل فيروس أو حاجة. فده طبعا بيكون حاجة كويسة إن هو دايما بيبعت لك تنبيهات إن أنت داخل على موقع غير آمن، اللي هو مثلا على سبيل المثال في جوجل كروم بيعمل لك كده تحذير باللون الأحمر إنه بيقول لك إن أنت داخل على حاجة غير آمن. أو لو أنت حاولت تعمل داونلود لملف دار أو ملف مشكوك في إن هو دار، برضو بيجيب لك نفس الرسالة بالظبط وبيقول لك إن الملف ده في الغالب ملف غير موثوق فيه. فبالتالي طبعا ممكن نستخدم عادي المتصفح ده طالما بينبهنا بإن إحنا في موقع إلكتروني غير آمن أو بننزل حاجة دار. لو جالي بقى الرسالة دي اللي بتقول إن أنا داخلة على حاجة غير آمنة أو إني بنزل ملف دار، المفروض إني أنا أوقف اللي أنا بعمله أولا، ما نزلش الملف اللي أنا عايز أنزله ولا أدخل على الموقع بأي طريقة تانية. وطبعا المفروض كمان إني أنا أعرضها على حد من عيلتي أو على المدرس بتاعي علشان أبدأ إني أنا أفهم إيه سبب التحذير اللي اتبعت لي ده. والأمن لينا كلنا إن إحنا طالما في السن ده إن إحنا نفتح متصفحات فيها محركات بحث مخصصة للأطفال فقط، عشان دي بتكون آمنة أكتر، بحيث إن هي مش بتعرض مشاهد ما ينفعش إن هما يشوفوها، مش بتعرض مواقع مثلا تكون فيها أي حالة من حالات العنف أو حاجة ممكن تأثر على نفسيتهم كأطفال. كمان بيكون فيها زي تطبيق كده بيخلي إن الوالدين مثلا متاح ليهم إن هما يراقبوا أطفالهم. كمان هما بيعرضوا في بعض الأوقات نصايح بتتعلق يعني بأمان الأطفال على الإنترنت، ودي طبعا بتكون حاجة مفيدة جدا. في مثلا عندنا هنا مثال محرك بحث اسمه كادل، ده مخصص للأطفال، فالأحسن طبعا إن احنا نفتح دايما متصفحات أو مواقع مخصصة ليه سني. ولو طلب مني اني انا مسؤول مثلا عن سني لازم اني انا اجاوب بصراحة، ما اقولش سن اعلى مثلا عشان يدخلني او حاجة. حد هنا في اي مشكلة يا شباب؟ انا كده خلصت اول صفحة. لا يا تمام مهندس، اوكي، اللي عنده اي مشكلة يرفع ايده. اتفضل يا ادهم. ادهم ادهم حبيبي، انت رافع ايدك من بدري، كنت بتكلم المايك. طب اتفضل.
لا يا مس، كنت رافعها يا مس. احنا كنا عند التسميع يا مس. اوكي، يعني انت دلوقتي مش عايز حاجة صح؟ ماشي يا حبيبي. دلوقتي بقى تعالوا نتكلم، وانا شرحت لكم الجزء ده بس نقوله تاني، ان المتصفح هو تطبيق او برنامج بنوصل من خلاله للمعلومات اللي موجودة على الانترنت، انما محرك البحث هو اللي بستخدمه بقى في البحث نفسه، اللي هو جوجل مثلا او اي متصفح تاني. النتائج اللي بتطلع لك دي عبارة عن قائمة زي ما بنشوفها كده في جوجل. القائمة دي بتعرض لي النتائج عند مثلا ايه، لما انا بكتب حاجة معينة في محرك البحث فهي بتظهر. طيب يعني ايه ان هو يقول لي ان في حاجة اسمها البحث بطريقة ذكية على الانترنت؟ ده معناه ايه؟ معنى كلمة البحث بطريقة ذكية ان انا لازم اكتب مثلا جمل طويلة بدل من ان انا اكتب كلمة او اتنين، وده علشان يخليك تاخد نتيجة دقيقة اكتر، عشان مثلا ما يكونش اكتر من نتيجة بنفس الاسم، فده يخليك مشتت او يخليك مش عارف المفروض ان انت تفتح انهي موقع. زي مثلا انا مديك مثال كلمة جاكور، اللي هي ممكن يبقى مقصود بيها حيوان الجاكور او عربية ماركتها جاكور او حاجة تانية خالص. فالاحسن ان انت لو عايز تسأل عن حيوان الجاكور فالاحسن تكتب كلمة حيوان الجاكور. لو انت عايز تبحث عن مثلا موطن حيوان الجاكور، وأفضل حاجة إن أنت تكتب كلمة موطن حيوان الجاكور، يعني تكون محدد في أسئلتك على الإنترنت. في حد عنده مشكلة لحد هنا؟ لا يا حسن، تمام. لا أوكي. وأهم حاجة كمان إن إحنا نتجنب الكلمات العامة أو الكلمات الشائعة عشان ما يجيليش أسئلة كتيرة قوي بره طلباتي. أوكي. يا ريت يا شباب لو اي حد عنده مشكلة في اي وقت ممكن ان هو يوقفني عادي، يعني ما يستناش لحد ما اخلص. كمان بقى بيقول لي انت عندك زي شوية عناصر كده ممكن ان احنا نستخدمها بتسهل علينا عملية البحث، من ضمنها او هي اصلا بنستخدم الحاجات دي ليه، بنستخدمها علشان بعض محركات البحث بتتجاهل حاجات زي مثلا حرف العطف او ادوات الاستفهام، دي المتصفحات بتتجاهلها خالص يعني ولا كأنها موجودة. فاحنا بقى بنعمل ايه عشان نحل المشكلة دي؟ بنستخدم شوية عناصر او بنستخدم كلمات، وزي ما انتوا عارفين كمان متاح لينا ان مش بس نستخدم عناصر او كلمات، ممكن كمان نستخدم صور في محركات البحث بتاعتنا. جميل قوي الكلام ده. طب ايه هي بقى شوية العناصر اللي انا ممكن استخدمها في محركات البحث؟ اول حاجة ممكن ان انتوا تستخدموها هي الرمز زائد، ده ممكن ان انتوا تستخدموه في محركات البحث. لو انت دخلتها قبل كلمة ده هيضمن لك ان نتائج البحث بتاعتك يكون فيها الكلمة اللي بعد الزائد، زي مثلا اللي احنا كاتبينه تحت الجاكوري زائد حيوان، فهو كده هيضمن لك ان كلمة حيوان هتظهر في نتائج البحث، او مثلا ناقص، فده كده لو حطيتها قبل كلمة هيضمن لك ان الكلمة اللي بعد الناقص ما تجيش في نتائج البحث، زي الجاكور ناقص سيارة، فكده نتائج البحث مش هيجي فيها اي حاجة خالص عن سيارة نوعها جاكور. تالت حاجة هي علامتي التنصيص، دي بنحطها لو احنا عايزين الجملة اللي بعدها تيجي زي ما هي بالظبط بدون اي تغيير. فاهمين حاجة؟ ماشي كده، انا خلصت الدرس الرابع، فلو اي حد عنده سؤال فيه ممكن يرفع ايده. بس جوجل كده يا تمام. مس جيب المعلومات دي. تاني يا مس، ايه البديل لجوجل؟ لا انا مسمعتكش اصلا. اسمع، جوجل مش بيجيب معلومات غلط. لا تاني يا احنا مس، ممكن عمرنا ما قلنا كده على نكتب فكرة، عمرنا ما قلنا ان تعال جوجل بيجيب معلومات غلط، احنا قلنا المعلومات اللي في جوجل مش موثوق فيها، يعني ما ينفعش نعتمد عليها لوحدها الا ان انا لازم ادور بنفسي واتاكد من صحتها.
بس ده مش معناه ان انا ما استخدمش جوجل اصلا. هو الانترنت كله غير موثوق فيه، بس انت بقى المفروض، عشان كده بنقول نتصفح بذكاء، عشان انت تعرف تجيب المصدر اللي موثوق فيه. زي مثلا ان انت بدل ما تستخدم جوجل على طول، لا تدخل على بنك المعرفة المصري مثلا، او تدخل على مكتبة الاسكندرية الرقمية. ده طبعا اضمن بكتير من انك تعمل ايه، من انك تبحث في جوجل. اوكي ماشي، حد عنده أي سؤال؟ نعم. أوكي، خلونا دلوقتي نبدأ في الدرس الخامس. لا مش هينفع نبدأ في الدرس الخامس دلوقتي، هنقفل الميتينج ونفتح تاني وبعدين نبدأ في الخامس. ماشي، احنا هنبدأ بالخامس ولا الحادي؟ هنبدأ في الخامس الأول.